ميلاتي في كل مكان. اهلا بيكم وحلقه طبيه جديده مع دكتور شيرين وحيد الدين. النهارده هكلمكم على ثلاث حاجات كل البنات بتتلخبط بينهم: الميسيلر ووتر، الثيرمال ووتر، التونر. التلاتة دول دايما ما احناش عارفين الفرق بينهم ايه ونستخدم ايه مكان ايه. تابعوا الحلقه عشان تعرفوا الفرق بينهم ايه. عايزين نفرق بين كلمه ميسيلر ووتر او الثيرمال ووتر او تونر. انا بروح اشتري من الصيدليه منتج من التلاتة دول وانا مش عارفه هو ده ايه او ده ايه او ده ايه. ده كمان في بعض البنات بتستخدم منتج مكان التاني على انه هو نفس الافكت او نفس الريزولت. تعالوا نعرف الفرق بينهم ايه وامتى نستخدم كل واحد فيهم. لما اتكلم على الميسيلر ووتر، الميسيلر ووتر اللي هو زي ده، انا جايبه لكم بس امثله. طبعا هم ليهم براندات كتيره قوي في الصيدليات، انا جايبه امثله. الميسيلر ووتر بتاع جارنييه اللي مكتوب عليه ميسيلر ووتر، في يورياش، في افين، في بايوديرما، في كذا نوع في السوق. الميسيلر ووتر عباره عن ايه؟ ده زي المنظف. بصي انت لو هترجيه كده هتحسي ان هو فيه فومينج شويه، فبيستخدم زي الكلينزر، زي الغسول بالظبط، ولكن تنظيفه هو اقل من الغسول، فهو مكمل للغسول. يعني انا المفروض بغسل وشي في اليوم مرتين بالغسول، مره الصبح ومره بالليل. لو احتاجت مره زياده في وسط اليوم فانا هستخدم الميسيلر ووتر لانه مش محتاج ميه، همسك قطنه وهبتدي انظف وشي وخلاص. حاجة تانية ان انا ممكن استخدمه زي الميك اب ريموفر اللي هو بيشيل الميك اب، ممكن يشيل لي كل اثار الميك اب قبل ما ابتدي انظف وشي بالغسول بتاعي المناسب. ده الميسيلر ووتر. هل هو تونر؟ لا. هل هو بيستخدم قابض للمسام زي التونر؟ خالص. التونر ده قصة تانية خالص، وانا جايبه لكم تونر النهاردة من افضل التونرات اللي انا بحبها، فلوريجا. التونر ده تونر مناسب قوي للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، والتونر ده قصه تانية خالص. التونر انا بستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل بعد الغسول، يعني هو حاجه لازم ماست ان انا استخدمه. لكن الميسيلر ووتر ممكن استخدمه ممكن ما يكونش عندي خالص، ممكن ما يكونش بحط ميك اب ومش محتاجه ان انا اعمل له ريموفنج. التونر له فوائد كتير جدا 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 واساسي من اساسيات روتين بشرتي. بعد ما بغسل وشي البي اتش بتاعه البشره بتتغير تماما، لان اكيد الغسول اللي انا مستخدماه حاجه الكالاين، حاجه فيها ماده بتعلي الالكالاين بتاع البشره، فعشان ارجعها للنورمال فاليو بتاعها تاني اللي ربنا خلقها عليه اللي هو 5.5 لازم استخدم التونر. التونر كمان بيساعد عمل الغسول لان التونر ماده سائله، فلما بستخدمه بقطنه على البشره بيبتدي يخترق جوه المسام لان هو زي الميه بالظبط، فيبتدي ينظف تنظيف عميق داخل المسام. ثالث حاجه ان هو ماده فيها التونيك من اسمه تونر، فهو ماده قابضه للمسام، فبتخلي دايما المسام بالتايد او بتقفل شويه، ما تبقاش مفتوحه او متعرضه للبكتيريا والاتربه والميك اب والحاجات اللي احنا بنستخدمها طول اليوم. التونر دلوقتي بقى فيه حاجات كتير قوي سبيسيفيك لكل نوع بشره، يعني في تونر للبشره الدهنيه بينزل فيه احماض فبينشف الدهون، في تونر بيبقى مرطب زياده فيه الترطيب للبشره الجافه فبيساعد على عمل المرطب. فالتونر ده خطوه لا غنى عنها. بيستخدم ازاي؟ بعد ما غسلت وشي وجففته بعمل كده بالقطنه وببتدي اعمل تيبنج على بشرتي مره الصبح ومره بالليل. ده التونر. اخر حاجه الثيرمال ووتر. الثيرمال ووتر ده عباره عن ايه؟ من اسمه ثيرمال ووتر، يعني ميه حراريه. الميه الحراريه هو عباره عن بخاخ ميه بتيجي في سبراي زي كده، واللي بيتبخ منها هي ميه، مجرد رذاذ ميه بيطلع منه. طبعا برضو في براندات كتير قوي، انا جايبه لكم برضو ده امثله من افين، في يورياش، في بايوديرما، في فيتشي، في كذا نوع. هي دي نفس الفكره بالظبط، ان دي ميه حراريه بيبقى فيها كميه مينرالز ومعادن كتير مستخرجه من الرمال او من العيون عشان الاستشفاء او بغرض الاستشفاء. يبقى من لي المياه الحراريه او الثيرمال ووتر اللي انا بشتريه من الصيدليه بيبقى الغرض منه استشفاء لاي حاجه زي الالتهابات، زي الاكزيما، زي الحكه، زي لما بيجي لنا في ايدينا، في ناس عندها ايديها يحصل لها اكزيما جامده جدا في الشتاء من شده البرد، تلاقيها نشفت قوي وبتوجعها، المياه الحراريه دي بتهدي الحاجات الجلديه او اللي بنسميه الطفح الجلدي او المرض الجلدي او الحاجات اللي فيها حساسيه. مثلا انا في الصيف لما بخرج والدنيا حر قوي وشي بيحمر بيزنهر وبيضايقني، ابتدي ارش فده بيلطف البشره وبيهديها. رحت عملت جلسه في عياده فالجلسه دي انا بتحسس منها او بيحصل لي احمرار جامد بعدها، ارش الثيرمال ووتر. هو عندنا في العيادات بنسميه المنقذ السريع لانه بينقذ على طول الجلد اللي بيتحسس او اللي بيحمر. ممكن استخدمها لاطفالي في البيت اللي عندهم مثلا التهاب حفاضات او اللي اتقرص. في بعض الاطفال جلدها لما يتقرص من ناموسه او من اي حشره جسمها كله ينطر مثلا حبوب وحساسيه، ممكن استخدم له الثيرمال ووتر. بصفه عامه الثيرمال ووتر من الحاجات المفيده جدا للبشره،
بترطب بتلطف بتغذي البشره لان هي فيها كميه مينرالز كتير. فانا ممكن استخدمه ان انا احطه بس كده في شنطتي وكل شويه بس اطلعه ابخ مني على وشي، بيعمل انتعاش وبيعمل ريفرش وبيخلي بشرتي ناعمه ومترطبه من غير اي دهون. ده الفرق بين الثلاثه المشهورين اللي كل البنات ما بتعرفش تفرق بينهم، الميسلر ووتر، التونر والسيرمال ووتر. اتمنى تكونوا فهمتوا الفرق وبتعرفي وانت بتشتري من الصيدليه انت هتستخدميه في ايه بالظبط. تابعوني في وصفات وحلقات جايه كتير مع دكتور شيري محي الدين.